تلاوة ونحن في شهر القرآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. ويقال لصاحب القرآن الذي كان يعمل به في الدنيا، المتقن لكتاب الله الذي كان يعمل به في الدنيا، يقال له يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. فيقرأ ويرتقي، إن منزلتك عند آخر آية تقرأها، على قدر أخذك من القرآن تكون رتبتك عند الله سبحانه وتعالى وبحمده. وسلف هذه الأمة كانوا يتنافسون في التلاوة. نافع القارئ الشهير الذي يقرأ بقراءته أهل المغرب كان في فمه رائحة المسك، سر بينه وبين الله سبحانه وتعالى، ولا يعرف لذلك سبب إلا تلاوته للقرآن. كان الإمام البخاري وهو سيد الحفاظ وإمام أمير المؤمنين في الحديث كان يختم القرآن في ثلاث، كان يختم القرآن كل ثلاث ليال. فإذا دخل رمضان ختمه كل ليلة، فإذا دخل العشر ختمه في كل ليلة مرتين، ختمة في النهار وختمة في الليل. هذا كان هدي سلفنا. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان النبي صلى الله عليه وسلم: لقد وأن أتلو القرآن. فالمقصود هو تلاوة القرآن باتباعه وبتلاوته كثيرا. وكما قلت لكم إن الغرض الأساسي بعد التلاوة هو التدبر الذي يؤدي إلى العمل. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأما العمل بالقرآن فهو ثمرة هذه التلاوة وثمرة هذا التدبر. فالواجب هو العمل بالقرآن والاستقامة والاستجابة لله جل وتعالى والاستجابة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن العمل بالقرآن الاستشفاء به. أنا رأيت الإخوان وضعوا ماء زمزم وحتى ينتفع بقراءة القرآن، جيد، لكن أنت ينبغي أن تقرأ القرآن بنية الاستشفاء به. وهذا من العمل بالقرآن، أن تستشفي به، لأنه شفاء، كما تلا علينا فضيلة الشيخ قبل قليل أنه شفاء ورحمة للمؤمنين. ويعني أعطيكم سرا ويستفيد بهذا السر صاحب الماء هذا، السر في القرآن أيها الكرام وسر أسراره في سورة البقرة. أنتم تعلمون قول النبي صلى الله عليه وسلم عن سورة البقرة: اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. البطلة هم السحرة، فالذي يشكو من سحر أو عين أو مس لا يحتاج أن يأتي للشيخ ويقول له اقرأ لي على، اقرأ أنت سورة البقرة. وأنا أعلم من كان به مس فقرأ سورة البقرة 200 مرة، لأن بعض الإخوة يقرأ مرة أو مرتين أو 10 مرات أو شهر ثم يقول ما وجدت شيئا. قرأ 200 مرة حتى برئ من المس. وأنا أقول لكم والله قصة أعلمها، أحكي لكم بالإسناد المتصل، يعني في بيتي أنا من نسائنا من أصيبت بمس وكانت الشيطانة تمنعها النوم، والله العظيم ما كانت تنام، كلما غفرت أيقظتها فحولت حياتها إلى جحيم. صاحبة القصة أخذها منها من فمها بالإسناد المتصل، قرأت سورة البقرة 140 يوما في جلسة واحدة. البقرة تقرأها في مجلس واحد، وهذا من العمل بالقرآن، الاستشفاء به من العمل به تصديقا لما في كتاب الله أنه قال أنه شفاء ورحمة للمؤمنين، شفاء مادي ومعنوي. كانت تقرأ البقرة في مجلس واحد، مش تقرأ 40 وتقوم تعمل مكالمة و40 آخرين ورسالة، ما فيش هذا الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم إلى آخر السورة 140 يوما، حتى رأت الشيطان في المنام وهي ضعيفة فذبحتها وقامت من المنام وانتهى الأمر إلى أن انتهينا من سنوات. والله إني صادق، والله إني ذبحت الشيطان في المنام. فإذا القرآن هو شفاء الروح وشفاء البدن. أنت مش محتاج هذا، أنت محتاج يكون عندك مرجلة. سورة البقرة يوميا خلاص، أي حد يأتيك شيخي عندي مشكلة عندي بس يقول له اقرأ سورة البقرة 200 يوم 200 مرة 200 مرة ثم الهم الذي عندك يروح. هذا الذي قرأ 200 مرة خذ أجازة من عمره من عمله 20 يوما، كان يقرأها في اليوم 10 مرات، خذ أجازة من عمله. يأكل ما يقيم آواده، قوة بدنه، أجازة من العمل 20 يوما، في 20 يوم قرأ 200 مرة كل يوم 10 مرات، كل يوم سورة البقرة 10 مرات، بارئ الرجل. وصحبة الشأن هذه أهلي 140 مرة.
وصلى الله على محمد.